السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. اللاعب الفرنكو الجزائري رومان فايفر قد أعلن رسميا الاتحادية الجزائرية على قبوله تمثيل الخضر، وتواصل مع الفيفا لتغيير جنسيته الرياضية والتخلي عن الديوك الفرنسية. وقد جاء هذا القرار بعد انتقاد ديدي ديشان لرومان فايفر، لذا أعلنت الاتحادية على وجود لاعب سيصور فيديو بعد مدة ويعلن فيها للجماهير عن تمثيله الجزائر، وهو اللاعب رومان فايفر. كما أن اللاعب ميشيل أولاز فقد أكدت العديد من الصحف الفرنسية بأنه قد قرر هو الآخر منذ فترة تمثيل المحاربين واستقر على ذلك، ولكنه أراد إتمام منافساته مع منتخب فرنسا لأقل من 21 سنة. وتأتي موافقة ميشيل أولاز بعد تشجيع والدته الجزائرية ووكيل أعماله على هذه الخطوة، حيث أنهم يصرون على تمثيله للجزائر فقط. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.